شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب الكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين احدى الاشياء المهمه التي تتعلق بحياه كل واحد منا هي قضيه البواعث كل عمل ارادى نقوم به منذ ان نفتح عيوننا في الصباح والى ان نغلقها في المساء جميع هذه الاعمال الاراديه لابد أن يكون وراءها باعث ودافع ما هي هوية هذه البواعث هذه البواعث يمكن أن نصنفها إلى عدة مجموعات اولا ان يكون الدافع القوه الغضبيه ثانيا ان يكون الدافع القوه الشهويه لعل اغلب الاعمال الاراديه التي يقوم بها معظم البشر تنبعث من احد هذين الباعثين النوع الثالث ان يكون الباعث القوه الوهميه القوه الوهميه عباره عن اعتبارات لا واقع لها في الخارج مثل قضيه الملكيه قضيه الملكيه هذه تمثل اعتبارا قضيه الحاكميه وقضيه المحكوميه هذه تمثل اعتبارا والباعث وراء ذلك الحركة نحو التملك، الحركة نحو الحكم هو القوة الوهمية، على تفصيل ذكره علماء الأخلاق، هذا هو النوع الثالث، النوع الرابع: أن يكون الباعث القوة العقلية، والنوع الأخير أن يكون الباعث القوة الإلهية، أن يكون الباعث باعثاً إلهياً، التمييز بين هذين النوعين الأخيرين، ربما يختلط على الفرد في كثير من الأحيان، وهذه قضيه دقيقه وقضيه مهمه العام حفظه الله كان يمثل بهذا المثال وهو مثال لطيف احيانا واحد تكون اخلاقه طيبه اخلاقه مع المجتمع اخلاقه في البيت ولكن ما هو الباعث لماذا هذه قضيه مهمه ربما يكون الباعث وراء ذلك ان هذا الفرد ان هذا الرجل او ان هذه المراه لا تريد مشكلات في حياتها عندنا حديث لطيف يقول من ساء خلقه عذب نفسه، الذي يحترق بنار الأخلاق السيئة الفرد ذاته، هذا أول من يحترق بهذه النار، يرى أن الأخلاق الطيبة تؤمن دنياه ويعيش في راحة، لماذا الرجل يداري زوجته لانه عند مقام اجتماعي عند سمعه اجتماعيه عند جاه في المجتمع اذا حدثت هنالك مشكله في البيت سمعته في المجتمع تتلوث اهنا في الواقع هذا الفرد طبعا هذا العمل عمل جيد، أنه واحد يحاول أن تكون دنياه جيدة، ألا يعيش المشكلات، هذا شيء جيد، ولكن هل هذا الفرد يمكن أن يكون في يوم القيامة يطالب المثوبة من الله تعالى. الله تعالى يقول أنت بأعمالك أردت الدنيا، أردت أن تعيش حياة مرفهة وعشت هذه الحياة. بعد ماذا يطلب من الله سبحانه وتعالى؟ حاتم الطائي ينقل عنه أنه كانت له زوجة وكانت هذه الزوجه تنتقده في كرمه، ينقل عنا انه كان يقول لزوجته: أماوي، زوجته كان يقال لها ماوية، أماوية إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، إذا حقيقة كان هذا هو الباعث لحاتم، أن يشتهر في المجتمع، أن يذكر في المجتمع، فهل يستحق على الله سبحانه وتعالى شيئا؟ نحن ينبغي علينا أن نحاول في كل عمل نقوم به، أن نبحث في دافع ذلك العمل وفي باعث ذلك العمل. ونحاول ان نجعل هذا العمل متمحضا لله سبحانه وتعالى هنالك حديثان مرويان الحديث الاول ينقله المحدث القمي رحمه الله عليه في سفينه البحار يقول مضمون الحديث ان الملائكه لتصعد بعمل العبد المؤمن وهذا العمل يخرق جميع الحجب حتى يقوم الملائكه بين يدي الله تعالى ويقول الملائكه لله تعالى عبدك فلان عمل كذا من الاعمال الصالحه ولعلهم مبتهجون بذلك فيقول الله تعالى لهؤلاء الملائكة انتم حفظتي ولكن لا تعلمون دخيلة نفسه ما إياي أراد بهذا العمل هذا هدف شيء آخر هذا هدف ان يمدح في المجتمع. هدف الدنيا ثم يقول الله سبحانه وتعالى عليه لعنتي. الله تعالى يلعن هذا الفرد فتقول الملائكه عليه لعنتك ولعنتنا. هذه الروايه الاولى. الروايه الثانيه ايضا ينقلها المحدث القمي رحمه الله عليه في سفينه البحار عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله النبي يقول لابي ذر طبعا الحديث لعله واحد اول ما يقرا هذا الحديث لعله لا يستوعبه ولكن الحديث يظهر معناه عند التأمل. النبي صلى الله عليه واله يقول لابي ذر: يا ابا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه، الفقه يعني الفهم. الرجل الفقيه يعني الفاهم. من هو الفقيه؟ لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر يعني كلام الناس لا يكون ملاك للمؤمن الناس مدحوح لا يهتم بذلك الناس ذموح لا يهتم بذلك. الناس فهموا ما يهتم، لم يفهموا لا يهتموا بذلك. الان انتم هذا النمل الذي يوجد في البيت، اذا علم هذا النمل فرضا انكم علم عملتم العمل الفلاني، هل تفرحون بذلك؟ لا. اذا لم يعلم بذلك، هل تحزنون لذلك؟ لا. علم النمل وعدم علم لا يؤثر فيكم لا ايجابا ولا سلبا. الفقيه كل الفقيه هو المؤمن الذي لا يرى للناس يعني لعلم الناس في قبال الله تعالى قيمه. الناس علموا او لم يعلموا. مدحوا او لم يمدحوا ذموا او لم يذموا لان في الواقع المؤمن طرف معاملته الله تعالى فقط الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه قال لولديه صلوات الله عليهما وعملا للاجر يعني فقط نظركم يكون الى ثواب الله سبحانه وتعالى. ينقل ان احد العلماء الف كتاب، وتعب كثيرا لتاليف هذا الكتاب. المؤلفون يعرفون علاقه المؤلف بكتابه، بتاليفه. ربما يحب كتابه كما يحب اولاده هذه العلاقه عنده وبعد ان اتم الكتاب جاء هنالك فرد واخذ هذا الكتاب ولم يعده الى مؤلفه وبقي الكتاب عند فتره طويله عند ذاك الرجل الذي اخذ الكتاب بعد فتره هذا العالم وجد كتابه مطبوعا ولكن باسم ذلك الشخص الاخر احنا الان اذا نعمل عمل نقوم بمشروع نحب ان نمدح في الايه الكريمه اكو اعجب من ذلك ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا هذه حاله موجوده في المجتمع واحد يقول نعم انا كنت شريك في هذا العمل وليس بشريك في ذلك واحد يحب يحمد يمدح يعرف فوجد هذا الكتاب احنا اذا بنينا مسجد ثم راينا اسم واحد ثاني مكتوب على ذلك المسجد ماذا تكون حالتنا جاء هذا العالم الى بيت ذلك الرجل وطرق الباب وقال له اني الفت هذا الكتاب لينتفع به الناس وقد طبعت هذا الكتاب هذا الكتاب الى مجلد ثاني خذ هذا الكتاب واطبعه باسمك لاحظوا هذه الحاله هذه الحاله حالة أن يكون المؤمن نظره ثواب الله تعالى فقط. في الآية الكريمة الله تعالى يقول: "وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم". واحد يحاول أن تكون أعماله في الخفاء. صدقاته تكون في الخفاء، أعماله الخيرية تكون في الخفاء، هذه كلها تكون ذخيرة له عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب وبين نور مشرق